كلنا لدينا أحلاما كبيرة، ربما تتمنى شراء سيارة أحلامك أو تفكر في الانتقال إلى منزل جديد. قبل أن تتخذ أي قرارات هامة، تأكد أن وضعك الائتماني الحالي جيد بالحصول على التقرير والتقييم الائتماني من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، حيث يشمل التقرير جميع القروض الشخصية والعقارية والبطاقات الائتمانية وتاريخ دفعاتك بشكل مفصل في تقرير واحد. والآن أصبح حصولك على التقرير والتقييم الائتماني أسهل من الموقع الإلكتروني لشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية. قم بتعبئة نموذج طلب إصدار تقرير ائتماني، أجب على أسئلة الأمن والتوثيق، سدد رسوم التقرير باستخدام بطاقة سحب أو بطاقة ائتمانية، واستلم نسخة من التقرير والتقييم الائتماني من خلال البريد الإلكتروني الخاص بك. الأمر بهذه السهولة. هذا تقريرك الائتماني، يتضمن التقرير جميع البطاقات الائتمانية والقروض الشخصية والعقارية وتاريخ دفعاتك. يقوم البنك الذي تتعامل معه باستخدام التقرير والتقييم الائتماني الخاص بك في اتخاذ قرارات لمنحك قروض أو تسهيلات ائتمانية، لذلك اتخذ قراراتك المالية بحكمة وثقة مع التقرير والتقييم الائتماني من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وابدأ بتحقيق أحلامك. للمزيد من المعلومات يرجى زيارتنا على الموقع الإلكتروني aecb.gov.ae.